نمبر ون في التحقيقات، ماليش منافس وخد وهات، انا بنفسي صنعت نفسي واللي يقول غير كده كذاب. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا مقطع النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بلال، ايه ده؟ ايه اللي انت فاتحه ده؟ انت فاتح لنا يعني قناتك، ناقص تورينا الارباح بقى وتورينا يعني مشاهداتك ومشتركينك. لا ابطال، انا مش فاتح عشان كده. بدايه المقطع ده تعتبر بدايه جديده عمري ما عملتها قبل كده في حياتي، والحركه اللي انا هعملها دي دلوقتي دعما لفلسطين واهل فلسطين، ان انا حرفيا هغير صوره قناتي. غالبا انا نادر لما بغير صورة قناتي، تمام؟ يعني مثلا كل ما بوصل رقم معين من مشتركين بعمل كده، وحرفيا النهارده انا هغير صورة قناتي دعما لفلسطين، وهتشوفوا دلوقتي حالا قدامكم وقدامي مع بعضينا دلوقتي حالا في المقطع الصورة. لحظة، دلوقتي حالا انا دلوقتي بجيب الصورة اللي المفروض دلوقتي هي دي يا ابطال. زي ما انتم شايفين، هي دي الصورة الشخصية الجديدة اللي هتكون في قناتي، ممكن لمدة أسبوع، لمدة أسبوعين، لمدة 3 أسابيع، ممكن شهر، ممكن. والله العظيم يا أبطال، أنا زي ما عملت كده حرفيا، أنا عملت كده يعني على الواتس عندي، عملت كده في الانستجرام. للأسف قعدت أجرب كتير جدا إن أنا حرفيا أحاول يعني أحط الصور اللي هو مثلا أحط صور شخصية ليها علاقة بفلسطين، ولكن في مشاكل كتير أوي بتحصل في الانستجرام، غير إن أنا موثق وقاعد بيرفض حاجات ليا غريبة بصراحة. وأنا لحد دلوقتي بحاول انا فعلا فعلا اغير الصوره الشخصيه عندي. بعمل كده برضك على الفيسبوك، الناس اللي متابعاني على الفيسبوك هبدا ان انا انزل. لازم كلنا، اي حد حرفيا، سواء بيعمل مقاطع على اليوتيوب، سواء مشهور، سواء مثلا يعني مشهور في اي حاجه، او انت بتعرف تعمل اي حاجه، لازم تطلع تتكلم عن فلسطين. ايوه، فلسطين لازم الناس كلها حرفيا تتكلم عنها، واللي ما اتكلمش عنها ده ما يعتبرش ان هو حرفيا يعني شخص عربي، ما يعتبرش ان هو عربي. اي حد بيكون ساكت بجد بجد غلط غلط والله العظيم السكوت دي. تقول لي طب انا يا بلال دلوقتي لو اتكلمت يعني ايه بيجي من جاي؟ هيحصل ايه؟ خلاص كده يعني هم هيوقفوا؟ لا يا بطل الابطال، ما تاخدهاش كده، خدها اللي انت تكون من جواك. انا فعلا تقول انا عملت حاجه، انا عملت حاجه ولو حتى قليله. يعني في ناس ما بتقدرش تتبرع، في ناس مش معاها فلوس، فماشي، في ناس ممكن تقدر اللي هي تعمل حاجات كتير، اللي هي مثلا ترسم رسمه عن فلسطين وتشيرها، تشير الاحداث اللي كل شويه بتشوفها قدام عينيها، لان هم حرفيا بيلعبوا الايام دي على اللي هم ما يعرفوش اي حد حرفيا ايه اللي بيحصل هناك. قطعوا عنهم الميه والكهرباء والنت وكل حاجه حرفيا. ربنا معاكم يا اهل غزه، وبجد بجد انا يعتبر دي اقل حاجه بعملها ليكم. ولسه باذن الله في المقاطع الجايه كل يوم عن يوم يعني بيعدي، انا بقعد افكر مع نفسي اقول ايه اللي انا ممكن تاني اقدمه، غير ان انا اعمل فيديو، غير ان انا مثلا دلوقتي حالا قدامكم على الشاشه هغير صوره القناه وادوس بابليك زي ما انتم شايفين دلوقتي حالا يا ابطال. فعلا غيرت الصوره، انا دلوقتي حالا قاعد على القناه عندي، هعمل ريفرش وباذن الله الاقي الصوره اتغيرت، ولكن غالبا مش بتتغير في نفس الوقت. يعني عامه المفروض ان انا دلوقتي حالا قدرت ان انا احط الصوره زي ما انتم شايفين قدامكم دلوقتي. واتمنى اي حد عنده حساب في اي مواقع تواصل اجتماعي يعمل كده دعم للقضيه الفلسطينيه. اي حاجه تقدر تعملها لازم تعملها يا بطل الابطال. ويلا بينا نخش على مقطع النهارده. مقطع النهارده يا ابطال، شوفوا بقى، عشان انا بجد بجد انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. عايز اشكركم اول حاجه طبعا على اللايكات اللي انتوا عملتوها في المقطع اللي فات، والكومنتات اللي جدا جدا يعني بسطاني قوي، لان انتوا حرفيا قعدتوا تساعدوني في المقطع اللي قبل اللي فات، اللي هو كل شويه بتقول لي بلال ازاي تقدر تمسح الايتم ده، وناس كتير قوي ساعدتني وانا بجد بجد بشكرها. اما ابطال، عايز اكمل بقى حاجه ليها علاقه بالمقطع اللي هو بتاع امبارح، تمام؟ ان ناس كتير قوي قالت لي ازاي تشيل الحاجات دي، ولكن قالت لي انت غالبا مش هتعرف تشيلها، بس في شرط واحد بس عشان تقدر تشيلها، والشرط ده هو انك تعمل ريبورت عليها. خلونا دلوقتي حالا مثلا نكتب، ايوه نكتب الاسم ده اللي انا قلت وعدتكم ان انا مش هقوله تاني على لساني، تمام؟ ولكن غصب عني يا بطل لو قلته، كزاره، هنحاول نشيل الكزاره، تمام؟ احنا متفقين على كده، تمام؟ حلو جدا، هنروح كده، كويس جدا. والمفروض بدل هنا طبعا مفيش اي حاجه لها علاقه بديليت، تمام؟ ولكن هندوس ريبورت ايتم، اللي انا ببلغ، بعمل بلاغ على الايتم ده. كلكم حرفيا قلتوا لي كده في الكومنتات، ماشي. بدايه المقطع نعمل كده على طول، والمفروض اللي هنا نختار مثلا، ايوه تهديدات، مش عارف والله،
اختار ايه حقيقي بجد؟ انا مش عارف. انا من رايي ان احنا ندوس على قبل الاخيره اللي هي ارشادات عمريه غير دقيقه، مثل ما اعرفش تمام قبل الاخيره ليتس جو، خلينا نعمل كده ومش لازم نكتب كومنت وندوس ريبورت ابيوز. المفروض انا دلوقتي حالا بلغت على الايتم ده، قال لي لقد تم ارسال التقرير الخاص بيك، شكرا ليك على التقرير الخاص، وهم بقى هيراجعوا الكلام بقى من عندهم. تمام، اتمنى بجد يا ابطال لو هو اتشال حرفيا، لو كلكم عملتوا كده بجد بجد عايز اقول لكم الايتم ده هيتشال، وهنبقى نبحث عليه في كل مقطع. بس انتوا بس فكروني عشان انا فعلا قدامي حاجات جدا جدا كتير وعايزين نعملها في مقطع النهارده. مقطع النهارده زي ما انتوا شايفين حرفيا لحد الان حسابي يعتبر بقى كويس، ما اعرفش يعني، انا ما اعرفش هل كده خلاص الموضوع خلص ولا انتهى ولا ايه اللي حصل، بس انا بالنسبه لي الموضوع ما انتهاش، لان يا ابطال من اول ما عرفت ان الهاكر بيدعم القذاره ايوه، فانا يا ابطال ما هديتش ومش ههدى، وحرفيا دي اقل حاجه اعملها ان انا اصلا اغير يعني سكن حسابي لمده اسبوع او اكتر تمام، واكتب بيه اللي هي بلاستاين بالانجليزي واخليها كده حرفيا على طول في حسابي. لا يا ابطال، في مقطع النهارده هدخل مبات اسرائيليه وهوريهم سكن فلسطين واشوف رده فعلهم ايه، يمكن اصلا تكون ناس تكلمني باللغه العبريه لان دي المفروض لغتهم تمام. وحرفيا انا بجد بجد خايف من اللي هيحصل في مقطع النهارده. اهم حاجه تكون انت ما تنساش اللي انت تكون حاطط اللايك بتاعك الجامد جدا، لان حرفيا انا محتاج الفيديو ده يوصل لكل الدنيا، لازم كل مقطع تحقيقات ما دام انتوا ابطال عايزين محتوى التحقيقات وبتحبوا جدا جدا محتوى التحقيقات، وانا ملاحظ كومنتاتكم ولايكاتكم وكل حاجه حرفيا واشتراكاتكم كمان بجد بجد مش بيتاثروا، انا مش عارف اشكركم ازاي حقيقي. مقاطع التحقيقات الفتره الاخيره بقيت اللي انا احب اطلع فيها في سكام، واحب اللي انا اطلع اتكلم معاكم بكل تلقائيه جدا اكني بتكلم مع واحد صاحبي وانتوا اصلا اكتر من اصحابي، ودي حاجه جدا جدا بسطاني. ان التحقيقات الفتره الاخيره اتغيرت وبقى فكرها واسع، حرفيا مفيش اي حد اصلا بيعمل كده زينا في اليوتيوب، وهو ده اللي حرفيا بيميز ابطال الجيمنج. ويلا بينا سريعا سريعا نكتب كده ابطال القذاره تمام، وهنروح على الاكسبيرينس هوريكم يا ابطال حرفيا كميه القذاره اللي موجوده في لعبه روبلوكس اللي حرفيا او ماي جود او ماي جود يا ابطال، حرفيا عاملين ماب عبريه او ماب اللي هو ماب قذاره اللي مش عايز اقول الاسم، ولكن حرفيا عاملينها لتجمع الفتيان والفتيات. بصوا كاتبين ايه الفتيان والفتيات، خلينا ندخل كده عليها. او ماي جاد، حرفيا عاملينها للناس عشان كلهم يتجمعوا. بصوا الشخص اللي حرفيا عامل الماب كاتب مواهب العرب اولاد وبنات عرب سكول، خمن انت ما تشرفناش اصلا، حرفيا هو عامل الحاجه دي وعارف ان يعني البنات او الولاد اللي هم العربيين اللي هم حرفيا اكتر فئه اصلا بتلعب المبات دي او اكتر فئه بتلعب لعبه روبلوكس عموما هي يعني هي وهم الناس دي. بص كاتب عرب ماب البيوت، عرب ايه ده المايك ما اعرفش ايه، فلسطين حر، انت كاتب يعني واحد عاملها عبء. او ماي جود، يعني انت قذاره بتدعم القذاره وكاتب فلسطين، واضح كده ان انت بتعمل حاجات غريبه جدا، وانا بصراحه مش فاهم يعني ازاي 500 واحد دلوقتي بيلعب، ازاي 500 واحد دلوقتي بيلعب الماب، وغير ان في تحديث من 6 ساعات. اكيد انا عارف التحديث ده بسبب ايه، بسبب الحاجات اللي بتحصل تمام، ولكن انا محتاج ادخل على الماب واعرف فعلا هي الناس جوه دي بتعمل ايه بالظبط. ما انتوا شايفين يا ابطال هو انا دلوقتي حالا دخلت على الماب، ولكن المفروض اللي هي فيها لاج، بس بصراحه انا مستغرب، عارفين اعلام القذاره مليانه بالمكان هنا، المفروض بيقول لي انت عايز الصبح ولا ليل، انا عايز اي حاجه يعني مش عارف، ولكن او ماي جاد او ماي جاد الناس بجد كلها كده. بصوا حرفيا او ماي جاد، بص واحد بيبص عليا دلوقتي، ايوه بص عليا، ايوه بص عليا، على عهدي على ديني انا دم فلسطيني، انا حاسس ان هو اصلا والله ممكن ابطال يكون بيسب يعني بيشتمني، والله العظيم حاسس انا عايز اشيل الحاجه دي، انا عايز اشيل القذاره دي اقسم بالله. بص يا ابطال والله انا ما اعرف يا ابطال الكلام ده ايه، ولكن لحظه انا هعرف، انا هتاكد ثانيه، انا حرفيا معايا دلوقتي حالا في موبايلي تمام، ايوه برنامج الترجمه بقدر ان انا اصور الحاجه، حلو جدا، خلي بس اقرب كده تمام. بص في واحد بيشتمني، كويس 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 كويس، انا بس عايز اترجم يا ابطال حرفيا الكلام اللي مكتوب ده، عشان حرفيا اللغه دي انا مش عارفها اصلا تمام. المفروض اللي هم كانت كاتب ايه بالظبط، ثانيه هم دايس تحديد، انا فاهمكم بالظبط يا ابطال، هم حرفيا كاتبين ايه، سيبوك يا ابطال انا الناس قاعده بتحاربني تمام، وقاعدين بقى فاكرين ايوه ماشي، انا ما اعرفش هو كاتب ايه بصراحه، هم كاتبين
كلام حتى الترجمه مش جايباه، انا قاعد بحاول اترجم حتى وطيت الترجمه مش جايباه. تمام كويس جدا، زي ما انتم شايفين المفروض ان في واحد ابطال بصوا عامل معاه حاجه غريبه، عمل لي يعني للاسف مش عارف، انا عارف ان انا ابطال هدخل ولا ناس يعني هتشتمني تمام، وممكن ناس كمان ابطال تبلغ على حسابي، ولكن انا ابطال يعني انا داخل لوحدي وعارف ان انا مش فاتح الجوين. الناس هتيجي تقول لي في المقطع دلوقتي ليه بلال مش فاتح الجوين، هقول لك عشان انا عايز حساباتكم تكون بخير. انا لو حسابي ده حصل له حاجه انا بقول لكم عامل مليون حساب عادي، ولكن انا بجد عايز اعرف ايه الحاجه الغريبه دي، لان حرفيا المبات دي زي مبات التعارف بالظبط، اللي هو التعارف، وانا بقعد اقول لكم المبات دي وحشه والله العظيم مش كويسه، وياما عملت عليها مقاطع، بس بصراحه انا عمري ما تخيلت اللي يكون بالمنظر القذر ده الماب، اقسم بالله والله العظيم لازم ابلغ عليها. والله ثانيه خليني نكتب فري لحظه ابطال، عشان دلوقتي حرفيا انا مش هعمل سبام، مش هعمل سبام، هكتبها مرتين ثلاثه يعني حرفيا دي ما تعتبرش تمام، ما يعني دي حرفيا ما تعتبرش يعني سبام اصلا تمام. ايوه نكتب ايه فريدوم بالستاين، ايوه بس كده. انا حاسس يا ابطال ان صاحب الماب ممكن والله يا ابطال يعمل حاجه، لان هو هيشوف ان انا اصلا شخصيه مشهوره في لعبه اوبلوكس. والله يا ابطال انا بعرق بجد عشان مش عارف ايه اللي هيحصل، لان حرفيا يعني انا الوحيد العربي وسط كميه ناس يعني اسرائيليين، بجد موضوع مخيف والله العظيم يا ابطال، موضوع مخيف واخاف. وما يجاب بخصوص البت دي بتشتمني بتقول حاجه، الناس دي بتشتمني، وحرفيا الجندي ده اقسم بالله الجندي ده ورايا ماشي ورايا والله يا ابطال، خايف اللي هو بيحاول يدور على اسمي. او ماي جاد يا ابطال، او ماي جاد، انا هكتب كده تاني. ايوه فريبا انا الوحيد اللي حرفيا يا ابطال عامل كده، اقسم بالله انا خايف يا ابطال، انا عارف اللي انا بعمله ده ممكن يعني يقفل فعلا فعلا يا ابطال يقفل حسابي، ولكن والله العظيم كله كده فلسطين، اقسم بالله اقسم بالله. يلا بسم الله بسم الله، انا ما اعرفش البت دي بص يا ابطال ماشي ورا ازاي، انا عايز اطلع فوق هنا. بص ماشيين ايه عايزين ايه، انا هقف قدام الجندي، انا عايز ايه، تعال اقف 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 يا كلب، اقف يا قذر، تعال عايز ايه بقى وريني، ها وريني. هو انا ما اعرفش ابطال، مع ان ما ينفعش ابطال مواجهه زي كده حرفيا، لان ممكن حسابي يكون في خطر. انا عايز اشوف ابطال الشخص ده اسمه حسابه ايه، لان انا مش عارف كاتب ايه فريدهم. بصوا ابطال قاعد بيشتمني ابطال، اقسم بالله قاعد بيشتمني والله العظيم، بص قاعد بيشتمني، انا عارف ماشي، انا عارف يا ابطال، انا اقسم بالله هتشتم والله كتير، انتوا شايفين يا ابطال، انا مش محتاج اقول لكم هو قال ايه، انا ما اعرفش هو ابطال شتمني فضل العظيم. ماشي تمام، انا ما اعرفش هو ايه اللي انا ايه ده، انا مجرد ما وقفت هنا لقيت نفسي بعمل كده. انزل يا عم الهبل ده، انزل يا عم الهبل ده تمام، والله العظيم لا هقعد اضايقك، والله العظيم لا هقعد اضايقك، انا ما اعرفش ازاي ابطال يعني ايه ده، ثانيه هو ايه ده مش عارف بصراحه ايه ده، ولكن حرفيا انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل، حرفيا كل الناس هنا قاعده بتتكلم تمام، ويعني يعتبر كلهم هنا واحد، كلهم هنا بيدعموا حاجه واحده، حتى لو ما فيش عربي واحد يعني. بصوا هنا الناس بجد الناس انا ما اعرفش، الناس شكلها غريب. ايوه مين ده واحد يعرفني؟ لا ثانيه، ده المفروض ده طفل صغير، انا ما اعرفش طفل صغير ده هيقول ايه، انا ما اعرفش هو ايه الكلام الغريب اللي هو بيكتبه ده بجد، لان دي لغه عبريه، انا حرفيا يعني من اللغات اللي انا ما اقدرش حتى اترجمها، يعني انا ممكن اترجم فرنساوي واعرفه شويه، انجليزي كويس مثلا، ولكن يعني عبري اللغه غريبه كده زي اللغه الروسيه بجد انا ما بفهمهاش بردك، انا ما اعرفش هو كاتب ايه. هقول لهم انا دلوقتي، انا هقول لهم لا افهمكم، ايوه انا هقول لهم دلوقتي حالا يا ابطال انا مش فاهمكم حرفيا، انا بجد مش فاهم تمام. هقول لهم تقدروا تتكلموا انجليزي، هل تقدروا تتكلموا انجليزي؟ ثانية يا ابطال انا دلوقتي حالا بقول لهم اهو، بس اوه يا الله يا الله يا رب حسابي يا رب ما يكون في خطر يا رب بسبب اللي انا بعمله ده. اوه ما يقدروش يتكلموا انجليزي. هقول لهم فري بالستاين، ما هقول لهم الحريه لفلسطين، هقول لهم نفس الكلام حرفيا، انا ما اعرفش هيقولوا لي ايه، ولكن حرفيا الشخص ده اللي هو الواد اللي احنا قابلناه من شويه اللي هو اللي هناك ده اللابس اللي هو الجندي تمام، حرفيا الشخص ده يعني قال لي كلمه اقسم بالله وحشه، والله العظيم والله العظيم قال لي كلمه وحشه بجد، ولكن ماشي براحتكم خالص اقسم بالله، لان الناس اللي بتعمل كده انا بجد عايز الناس اللي عندي بردك بعد ما تشوف المقطع ده تحاول ان هي تعمل كده، تدخل على المبات دي وتحاول اللي هي تضايقهم وتخليهم ان هم ما يلعبوش روبلوكس. بقول لكم انا اصلا بفكر اذا بيقول ايه يو ستوبد، يس ثانيه هو بيقول عليا انا اللي انا اوقف كلام، انا حاسس ابطال هم ممكن يبندوني الماب والله العظيم. بص ابطال انا اصلا عمري في حياتي ما هفكر ان انا ادخل على ماب زي دي، ماب قذره زي دي اكيد. بص ابطال المفروض انا بعمل دلوقتي حالا سبام، حاسس ان انا دلوقتي اتبنت،
بالنت ولا ايه؟ والله بطل فجاه لقيت نفسي مش عارف امشي. الناس دي بتقول ايه؟ انا حقيقي مش فاهم، ولكن حرفيا اللي متغاظ منه بجد بجد هو الشخص ده، اقسم بالله هو الشخص ده. بص يا باشا، والله العظيم اقسم بالله قذاره، انا مسحت الحاجات دي من حسابي اقسم بالله، وفرحان جدا ان انا عملت حاجه زي كده، وغيرت النهارده صوره القناه يا قذر فوق عليه اقسم بالله. يعني انا مش والله العظيم استغفر الله العظيم، بس اقسم كل الناس اكترتها عليا. عايز اقول لكم في ناس كتير قوي، بص قاعد بيشتم، قاعد اقسم بالله بطل بيشتم وبيقول حاجات والله العظيم وحشه. انا مش بينفعش افتح الشات، والله قاعد بيشتمني وبيقول حاجات جدا جدا وحشه، وممكن الفيديو ده يتحذف بسبب الموضوع ده. انا لازم ابطل ابعد عنهم، وبجد بجد انا اللي انا قابلته ده حاجه غريبه. هو قاعد بيقول لي يو ستوبد يس يس، اذا انت بتتكلم انجليزي. هو انا حقيقه مش فاهم انت تقصد يعني ستوبد على ايه، يقصد اللي هو مع فلسطين؟ والله مستحيل يكون، ازاي وطفل اسرائيلي مع فلسطين؟ وات ديو. عايز اقول لكم ان هم اصلا هناك حرفيا بيعملوا حاجات جدا جدا مجنونه، ويعني بيغسلوا عقول الاطفال كمان، ان هم يقولوا لهم ان شوفوا هم دول العكس، يعني بدل ما يقولوا اللي هو الصح. اكيد طبعا مش هيقولوا الصح تمام، ولكن حرفيا في ناس بجد بجد في الدوله اللي هم يعني الدوله اللي هناك، انا مش عايز اوضح اكتر من كده، ولكن بجد بجد انا مش عارف اقول لكم ايه. وحرفيا لسه لينا ميعاد، وانا دلوقتي حالا المطعم يعتبر لسه ما خلصش، لان انا لازم ادخل وابحث عن الشخص ده اللي هو سكريم ده. ولا اقول لكم على حاجه، بقول لكم بقى بطل انا عايز اعرف الشخص ده اسمه ايه تمام. خلينا دلوقتي حالا نكتب كده تاني، الشخص اللي بيكتب لي ده اسم حسابه ايه؟ ايوه فين اللي قاعد يشتمني ده؟ والله العظيم ما هسيبك، والله اسم حسابه غريب. ثانيه، ولا هو ايه ده؟ ثانيه انا عايز اعرف اسم حسابه ايه بجد. ثانيه، هو ده اسم حسابه تمام. ثانيه عايز ازوم كده، ايوه اسمه AVIV. كويس، AVIV ماشي. افيف باين، افيف والله اسم حسابه غريب، ولكن بص برضه كابتن قاعد بيشتم ماشي تمام، ده هستحمل. AVIV هو ده تقريبا، هو ده BER على ما... لا مش هو ده للاسف، مش هو ده. خلينا نطلع كده شويه تمام. هو في يا جدعان في ايه؟ انا حاسس ان هو والله ابطال يعني هو ده صاحب السيرفر ولا؟ ايوه هو ده، هو ده الشخص حرفيا يا ابطال. محتاج ان انا اشوف دلوقتي حالا حسابه. خلينا نعمل كده، او ماي جاد هو ده حرفيا حسابه. بص ابطال متكون وعامل ازاي، انا محتاج يا ابطال اصور ده دلوقتي لحظه، عشان هبحث دلوقتي حالا يعني على حسابه في روبلوكس. بس دلوقتي خدت الصورة، ودلوقتي حالا انا هطلع من الماب واروح ابحث عن حسابه. زي ما شفتوا ابطال الماب القذرة دي حرفيا ازاي عليها 1200 لايك، اقسم بالله دي تستاهل اقوى ديسلايك في التاريخ. وانا دلوقتي حالا انضميت وعملت احلى ديسلايك في الدنيا، ولازم يا ابطال انتوا برضك تعملوا كده، لازم والله العظيم يا ابطال تعملوا كده. يلا بينا عشان دلوقتي انا هبحث عن الشخص ده. لحظة بسرعة، اسمه AVIVBERAG1 2 1. كويس هو ده، ايوه هو ده، هو ده ابطال بجد، وفعلا هو اللي بيلعب. لو انتم شايفين ابطال حرفيا حسابه جدا جدا غريب، واضح كده اللي هو يعني مش بيفتح حسابه كتير، حسابه اصلا يعني عايز اقول لكم بايظ. عايز اقول لكم احنا سهل قوي نقفل الحساب ده بمجرد يا ابطال اللي احنا نعمل كده تمام. انا هعمل دلوقتي، انا لا انا مش عايز اعمل له بلوك، يعني بلوك دي عاديه، انا عايز اعمل بلاغ. ازاي اعمل بلاغ؟ ايوه هي دي، كويس جدا تمام. هقوم دايس كده يا ابطال، وهنحدد اللي هو المفروض يعني شتمني تمام، المفروض اللي هو شتمني يا ابطال. وهعمل دلوقتي حالا رساله وترجمها بالانجليزي وهبعتها للعبه روبلوكس. دلوقتي حالا يا ابطال بعت لهم رساله وقلت لهم ان الشخص ده حرفيا شتمني شتايم جدا جدا قويه، وانا يا ابطال يعتبر ما قلتلوش حاجه. يعني ايه الحريه لفلسطين؟ هي دي بتضايق الحريه لفلسطين؟ انا شتمتك عشان انت تشتمني؟ يعني قول لي يا عم، انا بقول لك مثلا حريه لفلسطين، قول لي نو مثلا. لكن هو حرفيا يا ابطال شتمني على طول، وما لحقتش اصلا اقول له حاجه، وانا مش داخل عشان اشتم، انا داخل عشان اقول بس الحريه لفلسطين واشوف المبات تمام. وانا قلت لهم ان انا ارفض ذلك بشده، وما ينفعش اللي ده يحصل معايا. هدوس دلوقتي حالا ريبورت ابيوز. المفروض كده ان انا النهارده حرفيا عملت بلاغين، عملت بلاغين. اول واحد عملته على السكن او اللي هو الستيكر تمام، وتاني بلاغ على الشخص اللي شتمني. وعايز اقول لكم ان انتوا وقفوا المقطع وخدوا سكرين شوت من حساب الشخص ده. انا دلوقتي حالا اهو، ايوه فين الشخص بالظبط كده، هو ده الشخص. عايز اقول لكم ان انتوا خدوا يعني سكرين شوت، وقفوا المقطع، روحوا اعملوا البلاغ ده. حاولوا بصوا، اي حد بقى بيفهم
مثلا في يعني اللي هو يقدر يقفل حسابات وكده الناس اللي عندي يعني والله بجد بجد شتمني, وانتوا اكيد شفتوا بيتعامل معايا ازاي, والناس ما عارفش بقى انتوا لحقتوا تشوفوا الحاجات اللي هو كتبها, يعني بجد بجد شتم فظيع اقسم بالله. فالحمد لله بطلع على كل شيء, ولكن هنفضل بردك موجودين وهنفضل صامدين يا ابطال لحد اخر نفس, وان شاء الله باذن الله ابطال المقاطع الجايه تكون يعني نكون احنا بخير وكويسين, ويا رب اهل غزه دايما يكون كلهم بخير وكويسين. بجد بجد متحمس جدا للمقاطع اللي جايه. شكرا لدعمكم, وشكرا للناس اللي بتحط لايك, اللي بتعمل اشتراك, اللي كتبت الكومنت, بجد بيديني طاقه ايجابيه ان انا اكمل. والحمد لله على كل شيء. بجد بجد مقطع النهارده انا اتضايقت قوي والله, ولكن يعني فرحت ان انا حرفيا قدرت اعمل حاجه, حسيت ان انا بطلع عملت حاجه. هم اتضايقوا, هو حرفيا اتضايق لما انا بطلع كنت داخل عليه كده اللي هو ايه ده فلسطين وما اعرفش, هو اتضايق اصلا حرفيا. فانا هي دي اللقطه اللي انا حرفيا كنت عايز اعملها. غير كده عايز اقول لكم ان في مبات كتير قوي لما نيجي نكتب دلوقتي حالا كده نفس الاسم, تمام, ندخل على المبات. عايز اقول لكم لما نيجي نكتب نفس الاسم عايز اقول لكم ان في كميه مبات كتيره قوي, ويعني بجد بجد موجوده لحد يعني ايه يعني موجوده للناس دي بس, انتوا متخيلين؟ ولكن المبات دي يعني انا مستغربها. عايز اقول لكم ايه ده مصر ضد اسرائيل, مستحيل مستحيل ما بتكون بالشكل ده والمنظر ده. لو عايزين يا ابطال جزء تاني حرفيا للمقطع ده لازم دلوقتي حالا تقولوا لي تحت في الكومنتات وتوصلوا المقطع ده اكبر عدد من اللايكات. اللي انا بشوفه في لعبه روبلوكس دي مهزله بجد والله العظيم يا ابطال, لحد الان انا مش مصدق ايه اللي بيحصل ده. ولكن ان شاء الله باذن الله يا ابطال هنحاول نشوف الموضوع ده, ويا رب يا رب يكون الهاكر سابني في حالي, وان شاء الله باذن الله ان انا ما واجهوش تاني. يعني انا حرفيا مش عايز اواجهه تاني ولا حتى قبله, ولكن الله اعلم ممكن يكون الشخص ده اصلا ليه علاقه بالهاكر, او يعني هو عارف ان انا داخل, ان هو ابطال لابس لبس جيش وحاجات غريبه بصراحه. عامه يا ترى بس كده مقطع النهارده خلص, كان معكم اي بي جيمنج ابطال الجيمنج, وسلام. الفيديو خلص, حط لايك, اعمل اشتراك, ايوه جدع. الفيديو خلص, حط لايك, اعمل اشتراك, ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي, ايوه بقى. اوه